قبل العناتي في اسم؟ محمد. محمد. أحمد محمود محمد أحمد العناتي. قرية عجور. قرية عجور. البركة مواليد أي سنة؟ مواليد 1541. هي كانت أكبر قرية في المنطقة، كان فيها مدرسة للسابع وكان فيها مركز صحي. المدرسة يا سيدي بتيجي في منطقة غرب البلد، في منطقة بيقولوا لها مراع سامي. مراع سامي. المراع السامي بيجي وراها، شايف كيف؟ والمدرسة كانت جايب الطول الصفوفة، وكان فيها للصف السابع ابتدائي. وأذكر كان فيها معلم اسمه فضل، كان اللي يطلع من الصف للصف السابع يطلع على الخليل، عوين على مدرسة بيلي اللي هي كلية جامعة الخليل، اللي الحين جامعة الخليل، كانت اسمها مدرسة بيلي. بيلي كان أظني الله أعلم كان الحاكم العسكري لفلسطين. العجور لغاية ما طلعنا فيش عليها طريق معبدة، ما فيها، كانت الوصلة الترابية على خط بيت جبرين على يافا، بعدها تطيح الوصلة الترابية. أول ما يلاقيك اللي هو اسمه مكسر الجمل، مراع زيتون، شايف كيف؟ نعم. على يدك اليمين أول ما بتدخل على يدك اليمين بتلاقيك دار السلاك ودار عرفات، بعدين بتنقطع بيجي واد بطيح مع كرم الزيتون اسمه واد أحمد حسن، بطيح على بيارة الهبرة، بطيح على بيارة الهبرة. نعم. بيارة الهبرة بجيك واد الحمام، وتمر هذا واد الحمام إنه يضل عنادي، شايف؟ بعدها بعد بتنقطع بتلاقيك عيدك اليمين دار محمد موسى، وعيدك اليسار دار محمود خلاوي، وبتظل طايح. بعدها بتلاقيك عيدك اليمين دار حمدان فرحان، وبتظل ماشي بتلاقيك بسرابة بتروح عن ويطف اللي فيها دار ابو دغم وما دار ابو دغم، بتظل ماشي بلاكنك صفرات لعطوان، العطوان والعطوان وكيوان و... وعمه اللي هو عبد المحسن، صار خليل عبد المحسن أبوه. بعدها بطيع عدار السروجي، السروجي دار السروجي يذكرها تماما، كانت مبنية ومش معقود. بعدين بلقيك يا سيدي الجو، اسمع، بتلقيك اللي هي الساحة هال اسمها حاجور أبو بوخة، كانت هذه سوق الجمعة، كانت سوق الجمعة. بعدها بتطيع المقبرة، المقبرة بتلاقيك نسلة لمحمود أبو طايلة، كان يقولون أبو غبوش. هذه كانت كل شباب البلد كلها الظهر يبقوا نايمين تحت. بعدها بتطيح بلاقيك دار موسى عط الله، دار موسى عط الله. بعد دار موسى عط الله بجيك من هان على يدك اليمين دار محمد، دار عط الله خلاوي، دار عط الله أبو دي، دار عط الله أبو دي. بتخش هيك بتخش على دار العناتي، هذا اسمه يعني ماخذ الاسم الكل، اسمه هو اسمه مصطفى العناتي، حسين اسمه، حسين العناتي اسمه، حسين العنادي، ودار عبد الحميد مدلل، وبتمروا. بعدها بتلاقيك عقد عيسى خلاوي، هذا ما كان معروف دكانه، له دكانه، دكانه كان. ويوم من الايام اتذكر بحشوا هيك، ببحشوا لقوا عمود الخام يمكن 4 متر باب الدكان، عمود الخام أنا يعني شايف. بعدين بيجيك دار، نسينا دار الحج خالد سلمي عناتي برضو بين دار عطلة وهاو. بعدها بيجيك دار نحنا، دار الحج جودة، وبطيح طبونا برضو، بظل طالع على دار حج حرجة أبو الزقط. داركو أنتو إيش اسم صاحب البيت؟ محمود أسمى، أبوي كان تاجر. نعم.
تاجر محمود اسمه تاجر مشهور في عجور يعني. يا سيدي بعد عقد مع عيسى خلاوي بلاقيك دار السحلة وبلاقيك دار دار السحلة ودار الباز ولقيك دار 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 المصري. بعد دار المصري في طريق بتطلع على القاطع بلاقيك دار جبر صافي. بعدين على اليمين بلاقيك الحج عبد الهادي. وهذا هيني وصلتك للمدرسة. هذه المنطقة اللي جيت بيجي عندك من عند الصحراء بتخش على يدك اليمين بتمر على دار الشيخ عبد ربه وعلى بير العجارمة وبتظل نافذة زكريا. بيجي عندك قبل ما تصل المدرسة عندك اليمين في اليسار البيادر وعلى اليسار في طريق بتطيع دار عكرك وبتطيح بير لبغان ما طلعش فيه مية وبتنفط الطريق على وين؟ على وادي الصرار. القرى اللي حوالينا عجوه بتلاقيك عندك بيت نتيف من شرق شمال غرب؟ لا من شمال. تمام. وبتلاقيك يا سيدي زكريا. بعدين من غربه بتلاقيك تل الصافي وكدنا ورعنا وذكرين ودير الذبان. عندك من شرقها بتلاقيك بيت اولى وتركوميا بتنفد على منطقه الخليل. في شل شويه هامله راحوا يبيعوا لخنيفس فشافوا اهل عجوم وان اليهود بشيء. شو يا عمي هذا؟ قالوا اشتريت. وين اشتريته يا عمي؟ رفعوا قضيه عليهم وكسبوا القضيه اهل عجوم. كسب القضية ومفيش ولا مستعمرة في عجور لحد الآن. يعني كان فيها تركات اثنين، واحد لعثمان الشوفير اسمه، وواحد بكى الخليقة لابراهيم اللهواني. خربت عموريا، خربت دروسيا، خربت أطربة، خربت عكبر. كان في مسجد في البلد. مين شيخه كان؟ كان الشيخ عبد السميع. كان في مؤذن اسمه أبو سعد. عيادة صحية كان في البلد؟ كان فيها عيادة صحية وكان الممرض فيها اسمه أبو العبد بن عطارة. أجوف فيها 30,000 شتلة زيتون. مخاتير البلد بكى محمد العناتي اللي هو عمي. وبعدين آخر ما يمكن كان حسن عبد العزيز. كان عمي القطة كان هو قائد العرايس اللي كبر حفار من الحينة ويشتل ويحط وسطه ويقود الجمل. والبكرج اللي انت صبرنت فناجيل ورجل بلا عزوته بطلت مراجيل. حلفت ما أكذب ولا لي في الكذب نية. 200 مقرطار جمل في كعك النية. البلد لما كان يموت فيها واحد وتكون الحصائد الكل البلد تعطل وتروح. وعجور ما انكتلش فيها ولا واحد في المعركة. وحيطك علم احنا ما شفنا ولا يهود لما طلعنا. احنا طلعنا في عز الحصايد يعني كنا مضبين البيادر. ابويا سكر الدكان وحمل المفتاح زيها. هذا مفتاح العودة. اول مكان نجعنا له فرش الهواء الخليل. صار في مجال وسمحت الفرصة أنك ترجع لمسقط رأسك عجور بترجع؟ نعم. إيش بتقول؟ طبعا برجع وحق العودة لابد عنه. حق العودة لابد عنه. ما رجعتش أنا أبني بدي أرجع.